لحدة قو التاويل معهودين المرأة المغربية. أكيد بزاف منكم مازال باقين كيفكروا أشنو غادي يديروا الكوتي وأشنو غادي يوجدوا. اليوم إن شاء الله بإذن الله جبت لكم كيك ساهل اقتصادي بمقادير سهلة وبسيطة ومكونات فعلا 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 كيف ما تنقولوا متواجدة في كل دار وفي كل بيت، مع السر اللي غادي يجيك الكيك ديالك منفوخ بجوج بيضات فقط. واكيد كيف ما تنقول لك دائما سر النجاح ديالو بحال شكل ديال المخبزات. غادي نحتاجو هنا كما كتشوفوا معايا جوج ديال ابيض البيض. نقوم بعمليه التضريب. نصائح مهمه، واللي من بينها البيض يكون خارج حراره الثلاجه ويكون بحراره المطبخ فقط، او لا يكون خارج البروده ديال الثلاجه اعتذر ويكون خارج المطبخ. هذه من جهة، وفي نفس الوقت بالنسبة للإناء اللي غادي نخدمو فيه يكون ممسوح مزيان جيدا من الماء. الرجلين ديال الباتور كذا ومثال. عملية تحريك تم في اتجاه واحد. نضيفو شوية ديال الملحة ونقوم بعملية الخلط جيدا كيف ما كتشوفوا معايا. كنحاول أنني ندور الإناء في جميع الاتجاهات، والهدف منه هو أنه نحصل على خليط طالع وكذلك نحصل على واحد الخليط كريمي. غادي نحيدو جانبان، ناخذ هذا الاناء غادي ندير فيه جوج ديال صفرة البيض. غادي نضيف نصف كاس فقط، وركزوا معايا هنايا، انا هنا لانني ضبط المقادير لاني غادي ندير جوج ديال ليمول. نتوما ديروا نصف الكميه، انا غادي ندير جوج ديال ليمون غادي نخليهم في الكونجيلاتور اولا في الثلاجه. نتوما ديروا نصف الكميه. غادي نحتاجو نصف علبة من الياغورت. دائما الياغورت اللي كنخدمو بيه ماشي اي ياغورت، كيكون ياغورت العاقد الثقيل. نصف علبة من السنيدة ونصف كأس مينا الزيت. نقوم بعملية تحريك كما تشاهدون معي. انا شخصيا هنا كنضيف المكونات كاملة دقة واحدة، والهدف منها هو انها تكون كريمي وتكون ثقيلة وعاقدة. فوالا كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف هذا الابيض ديال البيض غادي نضيف خمارة ونصف او بيكنج باودر ونصف، ونقوم بعملية الخلط او عملية التحريك. قطرات من الخل ما يعادل تقريبا معلقة صغيرة. فوالا غادي نضيف تقريبا كأس وربع من الدقيق الأبيض اللي كيكون مغربل على جوج المرات، ومن الأفضل أن البيكنج باودر نكون دوزناها مع الدقيق. ونقوم بهاد العملية ديال التحريك دائما في اتجاه واحد بدون ما يتهرس ليا الكيك ديالي بالمرة.
فوالا. انا شخصيا كنستعمل دقيق ديال الحلويات، في هذا الاثناء غادي نوضع الكيك ديالي واحد المده جانبا، والهدف منه انه تيكون كيف ما تنقولوا تينسجموا وتيتقال، وفي نفس الوقت كينسجموا هذوك المكونات اكثر. بالنسبه للمول على فكره كناخذوه، هاد لي مول ديجا كنت خديتهم من بيم ملي كونوا برومو البنات، خدوهم غزالين وكيطيبوا الكيك غزال، فيهم اشكال مختلفه وفي نفس الوقت احجام مختلفه. حنايا غادي ناخدو المول اللي غادي يكون صغير، ما تاخدوش مول اللي تيكون كما تنقولوا مترع او لا كبير. انا موت يطلع شويه الكيك بالمره. غادي نضيف الشوكولاتة اللي غادي يكون بودرة، نقوم بعملية الخلط أو التخليط. في اتجاه واحد غادي نضيف كذلك القليل من القهوة السريعة الذوبان أو لا نسكافيه. غادي نقوم بعملية التخليط في اتجاه واحد. غادي نديرو في الفران على درجة ديال الحرارة 180 مدة 40 دقيقة. هنا كنخليو الكيك ديالنا حتى تيبرد تماما، نؤكد ما كنخليوش في الفران. وعلى فكرة بالنسبة ملي دهنا المول بالزبدة والدقيق كنا دخلناه للكونجيلاتور قبل، فوالا هذا هو الشكل ديالو. غادي نحاول الان نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما وجد كيجي من ألذ واروع واحسن وافضل ما يكون في انواع الكيك. انا شخصيا درت جوج ديال الكميات، غادي نديرهم في المجمد او الكونجيلاتور ملي غادي نبغي غير نجبد. غادي نحطهم في واحد الكوكوط اللي كتكون ثقيله، نسد مزيان عافية مهيلة، وتلقى الكيك ديالي سخنات ووجدات. كنظن اننا وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا، ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم شكر خاص على المتابعة.